بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أرحب بموقع زي السيتي على قبوله تغطية هذا الحدث الذي تمثل فيه العناية الصحية بفئة الأشخاص في وضعية إعاقة. لا يفوتني أن أنوه بهذا المجهود الذي تقوم به التعاضدية العامة التي اختارت أن تهتم بهذه الفئة بجانب منخرطها. نوجه لها الشكر الجزيل، ونتمنى أن تتكرر مثل هذه المبادرة، خصوصا هذه المبادرة التي تتزامن مع حدث وطني يتمثل في الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة إلى وزارة الصحة من أجل تكثيف المجهودات لتوفير العلاج لكافة المواطنين والمواطنات، وبالأخص فئات المعاقين. كذلك الشكر الجزيل للطاقم الطبي الذي أشرف على هذه الحملة، نوجه له الشكر الجزيل ونشكره باسم كافة منخرطي هذه الجمعية. الشكر الجزيل كذلك لموظفي المركز على ما أبدوه من تضحيات وتفاني في خدمة هذه الفئة. الشكر الجزيل لرئيس المركز ولكافة أعضاء الجمعية الذين تطوعوا لإنجاح هذه الحملة. مرة أخرى أتوجه بالشكر الجزيل لقناة زيو السيتي على تغطيتها هذا الحادث، وشكرا جزيلا. السلام عليكم. بداية نحن نتواجد بالمركز مع الأشخاص بوضعية إعاقة في هذا اليوم بمناسبة الحملة الطبية المتواجدة بالمركز، والخاصة والمقامة من قبل التعاضدية الوطنية للموظفين، واللي موافق كل سنة يحل عندنا ويتنورنا في هذا اليوم المبارك، ويسعد هذا الأشخاص ويهتم بهم، خصوصا أن التعاضدية أن هذا منذ ثلاث سنوات يهتم بهذه الفئة ويدير هذه الحملة الطبية في الدار ديال المعاق أو في المركز اللي خاص بهذا الأشخاص، اللي إنهم من مجموعة من الخصوصات ومجموعة من الاختصاصات، من بين طب العيون، طب الأطفال، القلب، ومهم مجموعة من الأمور اللي صراحة إن هذه الفئة في حاجة ماسة ليها، واللي صراحة إن واحد الحفظة نوعية، واحد يعني واحد الشيء اللي يفرح الصدر، خصوصا أنه عليها واحد الإقبال مهم جدا. وهذا الإقبال ما يعبر إلا أنه هنا حاجة وهنا إيمان، وهنا نقدمه بالشكر الجزيل لجميع الأشخاص اللي ساهموا في هذه القافلة، خصوصا المندوب الجهوي ديال مندوبية الصحة مدينة وجدة، والرئيس ديال التعاضدية الوطنية اللي أنشكره من مدينة زيوت، نوجه له تحية ونشكره على هذا الإلتفات وهذا الإهتمام، ونتمنى أن مزيد أن مستقبلا يكون هنا مزيد من الإهتمام ومزيد من المبادرة الهامة مثل هذه. وفي المناسبة نشكر موقع زيو سيتي على التواجد ديالو والحضور ديالو والإهتمام ديالو. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنبغي نشكر زيو سيتي على العناية ديالها بالأشخاص في وضعية إعاقة، وبالطبع بكل ما يتعلق بالمدينة ديالنا. واليوم كنبغي نشكر التعاضدية العامة للموظفين اللي قامت بهذه البادرة، اللي استفدوا منها ما يقارب 200 من الأشخاص في وضعية إعاقة، وهذا نهار كبير، والحمد لله. وبغينا تضافر الجهود لأجل هذه الفئة هذه، والأخص فئة المعاقين، لأنهم تيعانيوا. كنتمنوا إن شاء الله مستقبلا يكونوا يعني مبادرة أخرى، وهذا الشيء راه مهم بزاف بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة. كنشكركم مرة أخرى زيو سيتي، والسلام عليكم ورحمة الله. الرحمن الرحيم. بصفتي مؤطرة في هذه الجمعيات المعاقين،
كنشكروا هذه الجمعيه اللي دارت لنا هذه الحمله الطبيه اللي استفدوا منها جميع المعاقين في جميع الميدان، تخصص القلب والتخصص ديال الاسنان وتاع العينين والطب العام، يعني استفدوا منهم بزاف تاع المعاقين وكنشكرهم بزاف. جزيل الشكر، وحنا بصفتنا رحنا عطله في هذا النهار المبارك، خدمنا بكل بينا بصفتنا مؤطرين، جميع المؤطرين وجميع المؤطرين اللي خدامين هنا. وكنشكر جزيل الشكر هذه القافله الطبيه اللي زارتنا، هذه ثاني مره كتزورنا في هذا المركز. وكنشكروا جميع الدكاتره اللي ساهموا معنا بصفتهم كل واحد بالاسم ديالو، وكنشكروا سي محمد الادريسي، وكنشكروا الرئيس مخفي حسين، وكنشكر جميع المؤطرين اللي هنايا في هذا المركز. وجزيل الشكر الشيفور نتاع المركز اللي حتى هو عطله وخدمته هو هذا النهار، راه 8 تاع الصباح وهو خدام، السي بن عيسى والاستاذه مليكه مؤطره نتاع هذا المركز، واستاذه رقيه والاستاذه نبيله ويمينه، وبصفتي انا مؤطره سلامه ربيعه. احنا فرحانين هذا النهار، وخا العطله احنا فرحانين وخدمنا يعني بواحد النشاط، والامور دازت كلها بخير، وكل واحد على خاطره بالنسبه للمعاقين، كل واحد على خاطره. وغير هذا العمل الخيري اللي كنشكروا فيه بزاف بزاف، وواحد الجزاء كبير نتاع هاد المؤطر ديال هاد المعاقين اللي زاروهم هاد القافله الطبيه، وعندهم الجزاء كبير عند الله سبحانه وتعالى، وشكرا وكنشكرهم مره اخرى. السلام عليكم ورحمه الله. كنشكروا هاد القافله اللي جات، احنا باغيين نفوتوا على العينين، وكنطلبوهم يساعدونا على العينين، عطاونا النظاظر وترى ما عندناش. كنشكروا هاد الجمعيه وكلشي راه مزيان. باغي انا نتعلم الخياطه وما كنشوفش، بغيت كنطلب من المحسنين يعاونوني ندير النظاظر. وكنشكرهم ونشكر كاع هاد المؤطرين اللي هنا، والمدير ديالنا والرئيس ديالنا، لا القديم ولا الجديد، كلشي مزيانين معانا. السلام عليكم. نشكر المبادرة اللي جات عندنا هاد المرة ثاني مرة، ونشكر جميع اللي تساهموا في هاد الحملة، والمعاملة ديالهم طيبة، وكنتمنى كل مرة يعني تعاود هاد المبادرة. اليوم عينيا عندي شويه نقص نظر، وكنتمنى هاد المره يعني كل مره تعاود تكرر كل عام. ونشكر الجميع على